الحمد لله. قديش حلو الواحد يمشي بالطريق من غير خوف. عدنان، ما كان عنا علم أنك رح تجي لهون بنوب. طمني كيف عزت هلأ؟ طمني الله يخليك. هو كمان اجيت لشوفه، استنيت ساعات بس ما خلوني شوفه، وهلأ اجاني تليفون لازم روح على المحل بسرعة. بس تشوفوه سلمولي عليه. ماشي، رح نسلم لك عليه، وانت تيسر على شغلك مدامك مستعجل. طيب، بخاطركم. نرمين، ليكي هالفستان بظن بيلبق لك، بس كأنه لونه فاتح زيادة. ايه طبعاً لازم يكون فاتح، انتي لساتك صبية وحلوة كمان، يعني لازم تلبسي ألوان فاتحة، ولا بدك تخطيري على بكير. ليكي قديش حلو عليك. خالي فاطمة، لا تعبي حالك، أنا بساعدك شوي بالشغل. معقول هالشي بنتي؟ أساساً لما بشوفك عم تشتغلي بكون مزعوجة كتير. شو أعمل؟ ماني متعودة أقعد كل النهار لا شغلي ولا عملي. أمي، أمي زهرة، يا ماما ليش هيك عم تبكي؟ شبكي؟ امي، امي ما في شي من تيابي عم يزبط على جسمي، بطني عم يكبر كتير وهالشي هاد عم يموتني من الخوف. امي انا ماني عارفانه شو اعمل. طيب طيب يا روحي لا تخافي، رح كون جنبك انا هون. زهرة بنتي، انا بوسع لك خصر هدول التياب وهيك بترتاحي. خلص اطمني. ما بدي اهون. اهدي حبيبتي. ما بدي. يا بنتي، نحنا في شغلات بالحياة ما فينا نغيرها ابدا. الماضي خلص صار وما عاد فينا نرجعه ابدا. ما فينا نرجع الزمن لورا، بس أكيد نحن فينا نختار مستقبلنا بإيدينا. إذا كانت إرادتك قوية، الأيام السودة بتنتهي وبتصير ماضي. أكيد نحن رح نقدر نعيش أيام سعيدة مع بعض، وكل يلي عشتي ولا كأنك عشتي رح نسيك كل يلي مرقتي فيه. بس اصبري علي، اصبري. Susuz kalmış gül gibiyim, yasaklanmış dil gibiyim. Gelin değil el gibiyim, ben ne zaman büyüdüm anne. Susuz kalmış gül gibiyim, yasaklanmış dil gibiyim. Gelin değil el gibiyim, ben ne zaman büyüdüm anne. Gelin değil el gibiyim, ben ne zaman
gelinti el gibi ben ne zaman büyüdüm anne Azat يا عمري تأمرني دير بالك على حالك لا تعمل مشاكل مع حدا هون أبدا طمني ولا تخافي علي الحقيقة بالأول وبالآخر رح تنكشف المهم أنتو تصدقوني شو هاد الحكي يا روحي أنا بشك بحالي وما بشك فيك لحظة بدي توعدني وعدني ابني إنك ترجع على القصر لما تطلع من هون بكفي غربة وبعد شوف يا ابني خلص ما رح يضل في فراق بعائلتنا ابني عزات المحكمة بكرة بعد الظهر؟ ايه بعد الظهر عمي شامل لازم يحضر المحكمة هو الوحيد اللي بيقدر يثبت براءتي ماشي يا ابني كيفك اليوم؟ بشوفتك منيح بتحب حضر لك لقمة تاكلها هلا؟ قلت لك رح أعمل يلي بيطلع بإيدي باكل بالصالون ماشي اوف يا الله شو هالحالة هاي لك ابني وين العالم ما في غير 3-4 اشخاص وين الشعب ليش ما اجى حدا قلت لك قبل ما نجي لهون انت طول ما انك لابس هالثياب هدول ما حدا من الشعب رح يجي يشوفك بس المشكلة انه انت ما بتسمع مني لا تبلش نعم يا عملناك مستشارنا الشخصي ليك لوين وصلتنا في مستشارين بيوصلوا نواب للسما حضرتك ما عرفت تجمع لي الا كم واحد لعمة شو هالحكي هاد معقول تساوي هيك برشيد افندي ايه اكيد بهالوضع اللي نحن فيه رح تطلب من مستشارك انه يستقيل اسكت لا تنرفزني انت مسؤول الحمله ومسؤول الاكل ومسؤول عن كل شيء شو بدك يا اخي الظاهر ما في لا خطاب ولا غيره لك ادفعوا لنا وخلونا نمشي بقى تدفع له شو؟ لك بدك تدفع مصاري لهدول مشان يجوا لهون كمان؟ ايه شو بدك تعمل؟ يعني القصص هيك بتمشي بالعادة؟ لك ما كان عنا سيولة إلا لكام شب من الحارة لو أنت مانك بخيل كل هالقد كنت جبت لك باص أو شي شب خلص اسكت! لا تنرفزني أكثر من هيك، قال شو رح يجيب لي باص؟ يومياً بيمروا من هوك شي 1000 إنسان، 100 إنسان على الأقل، وين البشر يا أخي؟ فهمني وين اختفوا؟ خصمك المرشح الثاني جاب مطرب وعمل حفلة غير شكل، قبضونا لنلحق الحفلة حفلة؟ قلي مين جايب؟ مطرب مشهور شي؟ ولك شو دخلك انت ولا؟ ولك حلمي؟ لا تقلي بدك تروح على حفلته؟ لك معقول يا رشيد؟ معقول هالشي هاد؟ قلت هيك مشان اعرف استراتيجية الحملة تبعه مو اكتر من هيك يعني معقول اني احضر؟ شكراً إلك صحتين وعوافي منيح انه اشترينا لك هاد الفستان وإلا عن جد كان رح يضل بقلبي شو بدي قلك؟ انتي وعمو منصور واخي عزت فضلكن حسيت اني عايشة يسلموا استغفر الله نرمي يعني نحن بس وسيلة وان شاء الله على طول بتشوفي ايام حلوة ان شاء الله اختي مرق وقت كتير ولهلأ ما اجانا اخبار من ملك خانوم شو لو ما لقيت لا مرتي ولا ابني شو ساوي إذا عملوا فيهم شي؟ ملك خانوم بتوفي بوعودة أكيد رح ترجع لك مرتك وابنك وبعدين رح تروح وتشهد لصالح عزات منشان تحكموا المحكمة براءة